ثانيا إن عاطفة المرأة أقوى من عاطفة الرجل، وهذا يؤدي إلى عدة نتائج. الأولى إن نسبة عاطفتها أو قوة عاطفتها إلى عقلها تكون أكثر من نسبة عاطفة الرجل إلى عقله. الثانية إن هذه العاطفة تكون مؤيدة للنفس الأمارة بالسوء لدى المرأة ما لم تكن ورعة حقيقة، وخاصة وقد أعطاها الله تعالى نسبة من الجمال والرقة ما لم يعطي الرجل، وهذا طريق كما يمكن صرفه في الحق كذلك يمكن صرفه في الباطل والعياذ بالله، كما حصل في أغلب النساء مع شديد الأسف. الثالثة إن هذه العاطفة تكون مؤيدة لحب الدنيا بما فيها من راحة ورفاه ومال وبنين، وكذلك للغيرة من غيرها من النساء ومن الأسر، وهذا بطبعه كما يمكن صرفه بالحق كذلك يمكن صرفه بالباطل، بل سيكون سببا للباطل لا محالة إلا من عصب الله. الرابعة أنها سوف تفضل مصلحة نفسها على مصلحة غيرها، ويكون من الصعب عليها التضحية في سبيل الآخرين، مع أن التضحية سيكون مع قوة القلب وقلة العاطفة كما في الرجل أسهل منها في المرأة. الخامسة أنها سوف تفضل مصالحها الخاصة على المصالح العامة، ولا تدرك أو لا تحاول أن تدرك أن هناك مصالح عامة يجب التضحية لها والتطبيق لأحكامها، بل كأنها تعيش وحدها هي الآمرة الناهية. السادسة أن قوة العاطفة سوف تصرف نفسها ووقتها إلى تطبيقات هذه العاطفة، وهي أمور دنيوية في الغالب، بل هي أمور دنيوية دائما، وتختلف باختلاف طبع المرأة وتطلعات المرأة، والمهم أن ذلك سوف يسيطر عليها ويمنعها من التفكير الجاد في مستقبلها ومجتمعها وآخرتها، وبالتالي يصعب عليها أكثر من الرجل التدقيق العقلي في العلوم واستيعاب المصطلحات المعمقة، بل ستأخذ الحياة على شكل ساذج وبسيط نسبيا.